السلام عليكم، أهلا بكم على حدث اليوم وحلقة جديدة. الحوثي يتوعد بتصعيد عسكري لضرب المملكة العربية السعودية وضرب محاورات ومشاورات الرياض. تيم ليندر كينج مبعوث الأمريكي للسلام في اليمن، تصريحات خطيرة جدا في حوار رياض لي أمس. الحوثي استغل توقف ضربات صقور التحالف واستغل الأمر بتصعيد عسكري غير مسبوق للهجوم على محاور كتيرة جدا في مأرب، ولكن سلطان العرادة والجيش الوطني يقوم بدور بطولي فعلا لأول مرة. لكن قبل ما ندخل في سياق الحلقة، أنا بوجه نداء للقيادة السعودية والمملكة العربية السعودية تنظر بعين العطف والرحمة لجنود الجيش الوطني اللي للأسف القيادة بتاعتهم وعلي محسن الأحمر اللي هتكلم فيه عن حقائق تخصه هكشف فيها ومعين عبد الملك، انظروا بعين الرحمة للناس ديت. يعني إكرامية رمضان 1000 أو 2000 ريال، الفلوس ما بتوصلش ليهم، 6 شهور ما بيقبضوش، مكسور عليهم بـ150 ألف ريال يمني، ما دفعوش إيجارات، أهلهم ما بياكلوش. يعني انظروا بس ليهم بعين الرحمة لأن الفلوس ما بتوصل لهمش. شوفوا الفلوس توصل ليه حتى لرئيس الأركان أفضل من نائب الرئيس، لا تثقوا في نائب الرئيس اللي هو علي محسن الأحمر. ندخل في سياق الحلقة. والحوثي يستغل الهدنة المزعومة التي أطلقها منذ حوالي 4 أيام، ويعني أصدر بيان أمس هنتلوه دلوقتي منه، يعني في 4 نقاط وهنقراهم مع بعض ونشوف بيان الحوثي اللي هو بيصعد بإنذار بالتصعيد العسكري. ليه؟ لأنه الهدنة بتاعته إن السعودية، المملكة العربية السعودية والتحالف لم يهتم بيها، وبالطبيعي جدا السعودية مش هتنظر للحوثيين، فهي الآن تنظر إلى مشاورات الرياض وتعطي ليها يعني منحة من الوقت للسلام، ثم ننتظر بعدها ليكون في مفاجآت، وهو ده التحليل المعني الوحيد لهذا الأمر. ولكن ندخل في بيان الحوثي اللي هو فيه كلام خطير مهم جدا. بيان الحوثي أمس بيقول إنه عدم استجابة التحالف اللي هو المملكة العربية السعودية لاستجابتهم للهدنة من جانب الحوثيين، وإن مضمون المبادرة بيقدم فرصة ذهبية للجميع، بيقولوا كده. كل ده كلام بيان الحوثيين الإرهابيين، وده فرصة ذهبية للجميع لتحقيق سلام، لحرص الجانب الحوثي لاستعادة السلام وحسن الجوار. أنا ما أعرفش أي سلام، وفرصة ذهبية إيه؟ يعني سلام المسيرات ولا صواريخ ولا سلام الباليستي؟ يعني أهني سلام فيهم عشان بس ما تخيلوناش. طيب النقطة الثانية في البيان، المجلس السياسي الحوثي يعني يدرك تماما طبيعة الخصم اللي هو يعني المملكة العربية السعودية، وما دأب عليه اللي هو السعودية من تسويف مماطلة وتلكؤ وتعنت، 4 حاجات. يعني أنا مش عارف، يعني دول يعني كل ده في التحالف؟ كل ده في التحالف؟ يعني تسويف ومماطلة وتلكؤ وتعنت وغير ذلك، يعني عندهم في حاجات تانية بس هم اختصروا يعني من اساليب ملتويه، وهذا امر واضح للجميع. وكمان في ملتويه، ما انت يعني تصبر، يا اما ملتويه يا اما يعني تسويف ومماطله وتعنت وتلكؤ، يعني مش عارف، يعني مش عارف، دي يعني حاجات كتيره قوي. امال انتوا تبقوا فيكوا ايه؟ يعني لو انت لو التحالف فيك كده انتوا تبقوا فيكوا ايه؟ يعني الحوثي ده في ايه؟ ولا سلام بدون رفع الحصار من اليمن. لا لا، مفيش سلام. يعني مش هبص، مش هنطلق عليكم يعني سلام المسيرات السلام الباليستي، يا اما ترفعوا الحصار. بجد والله، بس انا عايز اقول كلمه بس للحسين، انتوا مقطوعين الاحساس؟ يعني ما عندكمش احساس خالص بجد والله؟ ده يعني مفاوضات واتفاقيه السلام اللي ما بين مصر واسرائيل من اكتر من 43 سنه، يعني اليهود ما كانوش بيكتبوا كده. انا حاسس ان الحوثيين دول بوزه بجد والله، دول مش ممكن يكونوا بني ادمين، يعني دول يعني دول بوذيين مقطوعين. انت ما عند يعني انت لو قطعنا ايديكم ما فيش فيها دم؟ ما عندكوش احساس ودم خالص على الكلام اللي انتوا بتكتبوه ده؟ لكن نكمل في الاخير، وبيقول بقى البند 4، واذا لم يتحقق، هو بقى بص بقى ايه ده الانذار، بقى ايه انذار الزغلول الكبير، واذا لم يتحقق ذلك يؤكد المجلس السياسي، المجلس السياسي العربجي، إذا يعني لم يرى خطوات، إذا إحنا ما شفناش خطوات سياسية يعني من التحالف، هي هي يعني يعني ينتظروا مننا، ينتظروا من الحوثيين بقى سياسة جديدة وأساليب عسكرية جديدة، وهينتزعوا حقوقهم غصبا عن الكبير في المنطقة. يعني
بصراحة يعني بيان مش عارف بجد، هو كان كاتبه واحد محشش يعني، البيان ده كاتبه واحد محشش، استحالة يكون واحد طبيعي. ده البيان، طبعا ده بيان اصلا يعتبر ايراني مش بيان حوثي اصلا، لكن هنا هننتظر بعد يعني خلاصة الكلام، هننتظر بعد يعني حوار ومشاورات الرياض هيكون في كلام تاني. الملاحظ برضو ان كلام تيم ليندر كينج المبعوث الامريكي للسلام، انا معرفش، انا عمري ما شفت امريكان عندهم مبعوث للسلام، هما بيروحوا يولعوا اي منطقة يعني. بيقول انه يعني هو ما اتكلمش عن الوضع المأساوي اللي في اليمن، ما اتكلمش عن الفقر، ما اتكلمش عن الحوثيين والحروب اللي عملوها واستيلائهم على السلطة، ما اتكلمش في الكلام ده خالص. هو بيقول انه بيحذر من خطورة القاعدة وداعش، هو ده بقى مسمار جحا بتاع امريكا، يعني مسمار يعني يحط لك مسمار يدنه قاعد لك في المنطقة دي، يجيب داعش والقاعده يروح زرعهم لك ويبتدي يغذيهم، يبعت سلاح ويقعد ويغذيهم ويجي بقى يبتدي يضرب بالدرونز بتاعته ويضرب بمسيرات ويدني المنطقه، ادناها فيها قلق في المنطقه زي ما زرع في سوريا وخلاها كده يعني على طول، وبتحط لنفسه قاعده هناك يعني مش هيخرج يعني، وزي ما عمل في بلاد كتيره كده يعني، اي بلاد كده هتلاقي فيه الوجود الامريكي سببه داعش، يعني هو يحط ده يبعت داعش قبل منه ويشوف الموضوع ده بس كده خلاص. يعني بص الامريكان دول يعني سبب الهم والبلاوي اللي على الكره الارضيه دي بجد. فده كلام تيم ليندر كينج، ما اتكلمش على الحوثيين خالص، ما جابش سيره الحوثيين خالص في الكلمتين بتوع امبارح في المشاورات بتاعت يعني حوار الرياض. طيب من ناحيه تانية يعني حوار الرياض بيتبنى، يعني انا ليه ملاحظه بس على المشاورات الرياض، يعني هو بيتبنى توحيد الرؤيه، ده طبعا تحت اشراف المجلس التعاون الخليجي، توحيد الرؤيه والسلام ما بين الاطراف يعني والاطياف اليمنيه. طيب هو في سلام في اليمن والحوثي موجود؟ طب ما انت الحوثي ما جاش، والحوثي هو اللي عمل الحرب، والحوثي هو اللي بيعمل الارهاب، والحوثي هو اللي عامل الفقر والجوع والنكد الازلي اللي موجود في اليمن. يعني اي سلام بتتكلموا فيه والحوثي موجود، انتوا ممكن توحدوا الرأي بس ان انتوا تتفقوا كلكم على كلمة واحدة ان انتوا تواجهوا الحوثي عشان خاطر هو على خلافكم هو موجود، يعني هو جه على ظهر الخلافات بتاعتكم. ده من ناحية يعني ده وجهة نظري. الحوثيين طبعا استغلوا توقف الطيران وابتدوا ان هم يعملوا حشود وتعزيزات زي ما انا قلت قبل كده، ولكن هنا الغريب في الامر هنا ان الحشود اللي دفعها يعني الحوثيين واستغلالهم للهدنة، الجيش الوطني وسلطان العرادة بصراحة في الجبهة بنفسهم، وان هم وايضا المقاومة، في مقاومة هناك القبلية هناك، ان هم بيعملوا زي بيعملوا مشاورات هناك لاستعادة الثورة الجمهورية ولكن باللغة اللي يفهمها الحوثي. يعني المقاومة القبائل هناك والجيش الوطني بقيادة سلطان العرادة بنفسه، هو بيقود هناك معارك فعلا حقيقية وحققوا مكاسب كبيرة جدا. لكن اللي أنا مستغرب له في خلال الأربع خمس أيام اللي فاتوا خسائر الحوثيين في محاور كتيرة جدا على مأرب أعداد لا تحصى، آليات لا تحصى تم تدميرها، خسائر عسكرية وخسائر بشرية حوثية مش طبيعية. الأعداد دي كلها بتيجي منين؟ وبرضه مستمتين، طبعا هم مستمتين على مأرب لسببين اتنين. اول سبب ان بالنسبه لهم مأرب البترول اللي فيها، طبعا هتيجي شركات ايرانيه وشركات تركيه تاخد البترول بيتباع مثلا ب 120 دولار يبيعوه ب 80 وبارك الله فيما رزق، يبقى ده كسب وده كسب، وخير اليمن يروح لايران، وخير اليمن يروح للحوثيين، بيتحول لحساباتهم بره في اوروبا وامريكا. ده اللي الحوثي بيعمله، وهكشف لكم النهارده في حلقات النهارده عن كوارث الحوثي عملها في خلال الايام دي، اليومين دول عمل كارثه في اليمن مع ايران ومع دوله غربيه داخل اليمن بيعملوها دلوقتي. الحوثيين استغلوا، هم سايبين بقى حوار الرد الكلام ده كله، هم بيفوزوا بكنوز اليمن، لكن اكشف لكم الحقيقه. طيب يعني شيء مرعب ولا يصدق، الاعداد الهالكه للحوثيين وللكميات اللوجستيك الالات العسكريه واللي بيتم تدميرها منهم،
هم خسروا معارك كتير جدا وبرضه بيحاولوا في محاور كتير على مأرب. لكن هنا احنا بنتكلم عن معارك جديده حصلت في محافظه حجه، في يعني بالتحديد معارك ما بين الحوثيين والفرقه المنطقه الخامسه العسكريه، كانت مواجهه كبيره جدا وعنيفه كانت امس في بني حسن شمال مديريه عبس بمحافظه حجه. كان في معارك قويه جدا وخسر فيها الحوثيين خسائر بشريه واعتاد ومنهم ناس هربت. الخلاصه اللي انا عايز اقولها في يعني في سياق الحلقه في نهايتها، ان مشاورات الرياض دي في احدى القاعات في الرياض، ولكن في مشاورات اخرى موجوده على ساحات ومحاور معارك محافظه مأرب. انا اثق في الحوار اللي موجود على اللي في المعارك اللي بيقودوا يعني القبائل والجيش الوطني والمقاومه، انا اثق فيه، ده اللي هينجح. الغرف الحوار العسكري اللي موجوده على الارض في مأرب هي الوحيده الفاعله والمتفاعله اللي بتدك الحوثيين بعد توقف الصقور. لكن الحوار السلامي اللي موجود في قاعات الرياض لمجلس التعاون الخليجي انا لا اثق فيه، ولكن انا اعرف ان المملكه العربيه السعوديه والتحالف حينما يعني اعطى ثقه او لمجلس التعاون الخليجي لنايف الحجور ليه ان هو يدير هذا الامر، انا اعرف ان بعد هذا الحوار لتماسك بعض الجبهات، لان هيكون في امور اخرى يا اما بعد رمضان يا اما بعد حوار الرياض ما ينتهي. انتظروني بامر الله ليه في فضايح لمعين عبد الملك، علي محسن الاحمر، فضايح للحوثيين، ولكن على حلقتين، حلقه اخرى هتكون الساعه 7 مساء وحلقه 10 مساء. حفظ الله المملكه العربيه السعوديه وقيادتها، لا تنسوا اكراميه رمضان للجيش الوطني في عدن وفي مأرب، ودمتم في امان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.